بعد مرور أكثر من أسبوعين عن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، الرياض تعلن أن التحقيقات الأولية أظهرت وفاته بشجار واشتباك بالأيدي بينه وبين من قابلوه في مبنى القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول التركية. الإعلان عن وفاة خاشقجي جاء على لسان النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب، وهو من أكد توقيف 18 سعوديا في إطار التحريات والتحقيقات. سلسلة من الإعفاءات أعلنت عنها الرياض أيضا بعد الإعلان عن وفاة الصحفي. العاهل السعودي أعفى كل من المستشار بالديوان الملكي في السعودية سعود القحطاني ونائب رئيس استخباراتها العامة أحمد عسيري من منصبيهما. الملك سلمان أمر أيضا بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق. الإعفاءات لم تتوقف على عسيري والقحطاني، إذ تضمن الأمر الملكي إنهاء خدمة مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار محمد بن صالح أرميح، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء رشاد بن حامد المحمادي، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء عبد الله بن خليف الشايع. هذا وكان مصدر سعودي قد أكد في وقت سابق أن المشتبه بهم في تسببهم بوفاة خاشقجي كانوا قد توجهوا إلى اسطنبول لمقابلة الصحفي بشأن عودته للبلاد. وأضافت وسائل إعلام سعودية إن الأمور بين خاشقجي والمشتبه بهم لم تسر بالشكل المطلوب وتطورت بشكل سلبي أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي بينهم، مما أدى إلى وفاة خاشقجي ومحاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك. لم تعلن تركيا بعد مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لكن الرجل الذي اختفى من مقر قنصلية بلاده باسطنبول تأكد مقتله داخلها بحسب السلطات السعودية. بيد أن رواية الرياض حول ملابسات ما حدث لا تعني أنقرة بحسب حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي اعتبر ما أسماه اعتراف السعودية بمقتل خاشقجي متأخرا ومدفوعا بما تملكه أنقرة من أدلة. وعلى هذا الأساس أكد الحزب أن جهات التحقيق التركية ستعلن النتائج أيا كانت ولن تتستر على أي شيء يتعلق بها. قلناها منذ البداية، وكما أفاد الرئيس أردوغان سيتم الكشف عن الحقيقة مهما كانت ولن يتم إخفاء أي شيء. نحن نجري تحقيقنا المستقل وتحقيقا آخر بالتنسيق مع الجانب السعودي. نحن لن نتهم أي شخص مسبقا، ولكننا لا نرضى بأن يبقى أي شيء مخفيا. ما يستنتج بحسب متابعين من تصريحات المسؤولين الأتراك هو وجود أدلة لدى جهات التحقيق حول ملابسات قضية خاشقجي، وهي أدلة تجعل البعض غير مقتنع بالرواية السعودية بالرغم من تأكيدها مقتل جمال خاشقجي، وبالتالي يجب انتظار انتهاء التحقيقات التركية لحسم حيثيات القضية. والرواية التركية أتت إلى نهاية هذا حتى أن يعترف السعوديين أنه مات، وهناك رواية ما اكتملت. الدلالة الذي موجود عندهم أظن سيقدمه خلال الأيام مع كل إعلاميين ماذا حدث، وما نطالبه هو جثة جمال خاشقجي. لو وجد هذا سيكشف كل شيء، ولعل ذلك ما تسعى إليه سلطات التحقيق في هذه المرحلة، فالوصول إلى الجثة من شأنه أن يفك ألغاز القضية، حيث يتواصل البحث في أماكن عدة تحركت إليها سيارات القنصلية يوم الحادثة، كما أن النيابة تسعى إلى جمع عينات الحمض النووي للصحفي السعودي. تجاوزت قضية خاشقجي الجدل حول مصيره بعد إعلان الجانب السعودي مقتله داخل قنصلية بلاده، لكن القضية ما زالت تثير تساؤلات حول ما حدث داخل القنصلية، خاصة وأن الرواية السعودية لم تقنع الكثيرين هنا.